الجلسة الرابعة تأملات في البحث في التاريخ الاقتصادي. ومعي في المنصة الأستاذ عثمان المنصوري الذي سيحدثنا عن التجربة المغربية في كتابة تاريخ المغرب الحديث التاريخ الاقتصادي نموذجا. ثم سيليه الأستاذ طيب بياض في موضوع كتابة التاريخ الاقتصادي في المغرب مسار الإنتاج وسؤال المنهج. وقبل أن أعطيهم الكلمة اسمحوا لي ببعض المقدمات أتمنى أن تكون مقتضبة. هذه جلسة حول التاريخ والاقتصاد، أو الاقتصاد والتاريخ. وبين التاريخ والاقتصاد صلة وصل وفصل، هي علاقة معقدة فيها كثير من سوء الفهم بين الحقلين وبين المجالين، أو بين الفاعلين في أو الباحثين في المجالين، سوء فهم وربما سوء تفهم أو سوء تفاهم، رغم أن هناك تجاور بين الحقلين بين التاريخ والاقتصاد، ولكن في أغلب الأحيان هناك تجاهل. الاقتصاد يتجاهل المتن التاريخي، والمؤرخ ربما لا يأخذ دائما بعين الاعتبار المتون الاقتصادية. عبد الله العروي في أحد نصوصه تحدث عن، دون أن يذكر الاسم، عن بعض أحد الاقتصاديين اللي حاول يشتغل في موضوع يتعلق بالتاريخ الاقتصادي، وكان كلامه قاسي، كلام لادع في حق هذا الاقتصادي لم يذكره بالاسم. يؤاخذ عليه، على الاقتصادي، بعض الأشياء تتعلق بالمنهج. الاقتصادي يتحدث في التاريخ، يكتب في التاريخ، يقول له ما عندكش منهج التاريخ. أمجد القدوري يتكلم عن التاريخ كصنعة، كمهنة. بسرعة شديدة التاريخ ديال عند الاقتصاديين والاقتصاد عند المؤرخين. في الاقتصاد، في العلوم الاقتصادية، كاين مدارس وتيارات، كان تقليديون الكلاسيك، آدم سميث، ريكاردو إلى آخره، الأوائل. هادو كانوا كياخذوا بعين الاعتبار تاريخ طويل. ثم جاء النيو كلاسيك، التقليديون الجدد، اللي هما هو التيار أو المدرسة السائدة الآن في الجامعات. الاقتصاد الجديد أو التقليدي الجديد هو الذي يدرس في جامعات العالم وفي جامعاتنا بطبيعة الحال. التقليديون الجدد، عن التقليديين الجدد، هناك نفي للتاريخ، كاينش التاريخ. إلى خدينا الأعمال ديال الاقتصاديين عبر التاريخ المعاصر ديال الفكر الاقتصادي، كنلاحظوا أن انتقلت الكتابة التاريخية من اقتصاد تاريخ طويل، وخداو الاقتصاديين كان تأثير أساسي ديال فيرنان بروديل. مشينا انتقلنا كما قلت إلى تاريخ، إلى اقتصاد بلا تاريخ، اقتصاد خارج الزمان والمكان.
عندي مثلا الان طلبه وطروحات فيها جانب اقتصاد قياسي، عندهم دي لوجيسيال كيدخلوا المعطيات الاحصائيات الى اخره، واللوجيسيال كيعطيهم نتائج تتعلق بالسياسه الاقتصاديه، سياسات اقتصاديه متعلقه بالمغرب. واش خداو السياقات؟ واش شنو هي السياسات العموم؟ شنو هي الحكومات اللي كانت وراء بل وراء تلك السياسات؟ هذا ما كيشوفوش تماما. اقتصاد المؤرخين غادي يبينوا الاساتذه كاين فيه تاريخ للظواهر الاقتصاديه ومهم، وانتقل من تفسير الظواهر الى اخره الى مقاربه كميه، كاين تكميم طبيعة الحال. كنعرفوا المدرسة الكليومترية على بحال في الاقتصاد عندنا الايكونومتري، ادخال واستدخال، يعني الحساب كيف كيقول عبد العروي، المعطيات الى اخره، التاريخ بالعدد ومقاربة وصفية. هذا رؤيتي للكتابة التاريخية، غير مؤطرة نظريا، هي مؤطرة منهجيا. أنا تصنت هذه اليومين الأخيرين قضية المنهج واردة وعندها حضور قوي في الكتابة التاريخية، ولكن نظريا نظرية التاريخية، إذا كانت هناك نظرية تاريخية، ربما كنعمل إسقاط بالاقتصاد. اقتصاد نظريات ماشي فقط مناهج، نظريات، معتقدات، مواقف، ايديولوجيات الى اخره. مساله التحكيم، اتقال بان التحكيم عن المؤرخين قديم وسيط حديث معاصر، في المقابل عند التحكيم عن الاقتصاديين، وكانت إشارة لبعض تدخل بعض الأوراق ما قبل الرأسمالية. يعني كاين أحداث هامة تاريخية هي اللي كدير علامات للتحكيم ما قبل الرأسمالية أو ما قبل الاستعمار. حقبة أخرى هي الحماية أو حقبة الكولونيالية والاستعمار ثم الاستقلال، هما الحقب الكبرى المعروفة عند الاقتصاد، مع التركيز على تطور أنماط الإنتاج والانتقال لا ترانزيسيون من نمط إنتاج إلى آخر. كان جدل مثلا، كان هنا نقاش استمعت إليه باهتمام شديد حول مفهوم الحداثة، مثلا الحقبة الحديثة، التحديث، مفهوم الحداثة وشروط إنتاج مفهوم الحداثة. عند الاقتصاديين هناك الآن، كنتكلم عن الآن، ما يروج الآن داخل الحق الاقتصادي فكري اقتصادي، أن هذا المفهوم يجب أن يوضع تحت محك النقد، نقد مفهوم الحداثة. كاين البعض كيقول يجب تفكيكه المفهوم ديال جاك ديريدا باعتبار المقاربه ما بعد كولونياليه التي كما تعرفون شنها ادوار سعيد. لدراسات ما بعد كولونياليه الان تطرح من جديد سؤال الحقبة الكولونيالية، يعني ما خرجناش من هذا الجدل، من هذا النقاش، ماشي
قضية العودة إلى التراث الكولونيالي حتى على مستوى الكتابة، يعني الآن تحت المجهر. نعطي بعض الأمثلة. عندنا كتاب هام جدا للاقتصاد الراحل عزيز بلال، استثمار في المغرب 1912-1964، فيه نقد منهجي لتراث الحماية الفرنسية في المغرب. طبعا كيتكلم على بعض الأشياء اللي قام بها الاستعمار على المستوى الاقتصادي، تحديث إلى آخره، ولكن بصفة عامة هو تحليل نقدي وتفكيكي للحماية في المغرب، عبر طبعا التناول ديالو لقضية الاستثمار. كاين أشير بالأمس إلى كتاب ديال شارل ستيوارت، اقتصاد المغربي 1912-62، اللي هو كيقول لك يعني حماية قامت بعملية تحديد. طبعا كيتكلم على بعض الأمور الدواليس من آخره، ولكن يعني كيدير واحد ان بيلون جلوبالمون بوزيتيف. كاين واحد اقتصادي مغربي وهو من تلامذة عزيز بلال، اللي في مؤخرا سميت محمد الجرموني، نشر كتاب سميته الحماية الفرنسية في المغرب، رؤية أو نظرة جديدة، معاكس للخلاصات التي نجدها عند عزيز بلال، أستاذه عزيز بلال في أواخر الستينات. ناخذ مثلا برنامج التخويم الهيكلي، الى خدينا كفتره تاريخيه من التاريخ المعاصر او التاريخ الراهن، الاقتصاديين كاين اللي غادي يجي يدير حصيله ايجابيه لهذا البرنامج، كان ساهم في تحديد بعض المؤسسات وبعض القطاعات الى اخره، عم خصصها الى اخره. وكاين من جانب آخر بعض الاقتصاديين كيعطيو تقريبا بلا مغاير تماما حول برنامج، معنى ما كاين لا تحديد، بالعكس كيقول لك ودي كاين إعادة إنتاج التخلف وتراجع على بعض المكتسبات التحديثية اللي كانت ربما حتى قبل الحماية. البحث في التاريخ الاقتصادي موزع بين الاقتصاد والتاريخ. في الاقتصاد كنلقاو دائما شيء من التاريخ، وفي التاريخ بعض من الاقتصاد. المطلوب في نظري هو عقد ما يسميه الاقتصاد الفرنسي غوبيرموي تحالف جديد، نوفيل اليانس، بين الحقلين، بين الاقتصاد وبين التاريخ، او انا افضل هذا التعبير، تضيف فضاء للتفاهم بين الاقتصاد والتاريخ، بين الباحث في الاقتصاد وبين الباحث في التاريخ. وكان سبق لي أن كانت عندي مناسبات للنقاش التداول في هذا الأمر مع الأستاذ بياض بخصوص ضرورة صياغة برامج أو برنامج بحثي التقائي مشترك بين التاريخ الاقتصادي والاقتصاد التاريخي. الاقتصاد التاريخي اللي هو تاريخ استرجاعي استعادي، وفي بعض الأحيان دون هيستوار كونتر فاكتويل، شنو كان يكون المغرب لو مثلا لو ما طبقش برنامج تقويم الهيكلي، شنو كان غادي يكون المغرب لو ما كانش الحماية. هاد بطبيعة الحال اقتصادي بوحده، وإن كان بعض الاقتصاديين كيجتهدوا في هذا الميدان، لا يمكن يقوم بهذه المهمة بدون مساعدة
ديال الباحثين في مجال التاريخ. هذه بعض المقدمات تمهيدية للعرضين القيمين، أنا قرأتهما باهتمام شديد واستفدت كثيرا كاقتصادي من الرؤية ديال المؤرخ لبعض الأحداث وبعض الظواهر بعض الأنشطة، التحليل ديال بعض الأنشطة الاقتصادية. إذن سأعطي الكلمة للأستاذ عثمان المنصوري، التجربة المغربية في كتابة تاريخ المغرب حديث تاريخ الاقتصادي نموذج. في البداية أضم صوتي إلى أصوات الزملاء السابقين الذين سبقوني إلى هذه المنصة في شكر اللجنة المنظمة، وأعني بها أيضا مجلة أسطور وجامعة نيو إنجلاند ومجلة رباط الكتب، وكل الساهرين على تنظيم هذا اللقاء الذي مكننا من الالتقاء بوجوه عزيزة حجبتها عنا كورونا وحجبها عنا ظروف الزمن. وأعبر طبعا عن سعادتي بهذا اللقاء. الموضوع الذي سأتناوله هو في الأصل محرر في عدد كبير من الصفحات، لأنني توخيت فيه أن أعود أولا أن أعود إلى البدايات وإلى السياق بتفاصيله، وأن أقوم بجرد حينما أتكلم عن تجربة ما لابد من أن نضعها في سياقها، والموضوع هنا هو تجربة سياقة الاتجاهات وفي الإطار العام للبحث التاريخي في المغرب. وكان من الضروري لكي أنجز هذا العمل الذي يشبه الجرد أو الحصيلة وفيه الكثير من الوصف وفيه أيضا نوع من التقييم لما كتب سابقا، أن أعود إلى عدد كبير من العناوين ربما يفوق على 150 عنوانا، أخذ من ذلك وقتا، والحديث عن التاريخ الاقتصادي بين متزوجتين في الفترة الحديثة يقتضي أن أقوم قد بهذا الجرد الذي يعتبر عملا صعبا. أقول صعبا هو أولا لماذا هذه الصعوبة باختصار؟ لأن جرد أو القيام بنوع من الجرد أو الحساب أو الحصيلة لا يكفي فيه أن يقوم شخص واحد بهذا العمل. معلوم أن الحصيلة تقتضي من الباحث أن يطلع على ما كتب وأن لا يأخذه بالواسطة. إذن عندما يتكلم مختص في موضوع ما فعلى الأقل هذه المهمة تسهل، لأنه يكون قد طلع سابقا على مجموعة من الكتابات وعليه أن يبحث عن كتابة أخرى، وهذا العمل يصبح أو أصبح أكثر تعقيدا الآن. لماذا؟ لأن الأعمال تكاثرت، وتيرة الإنتاج كانت في واحد السنوات الأولى كتاب واحد أو بضع مقالات في السنة، ويمكن 10 سنين يلا يكون فيها أطر واحدة أو ثلاث. الآن في سنة واحدة نقدر نصل 40 عمل أو أكثر، ويجب أن تقرأها، لأن البحث في التاريخ الاقتصادي كما سأوضح فيما بعد ليس عملا يعني منفصلا، ولكنه مندمج في كل الأعمال التي تنجز. قد تكون مثلا في أطروحة عن مدينة ما أو موضوع آخر معلومات أو فصول عن الاقتصاد لابد من الاطلاع عليها للتقييم. ولذا أنا في البداية تحدثت عن الصعوبات وقلت إنني لا أستطيع أن أجري هذا النمط، لأن الكتابات كاينة بسرعة وفي منابر مختلفة، فيها الجامعة فيها المجلات فيها حتى المجال الإلكتروني. فقلت أنا ذاكرتي ستعود في أقصى القدر إلى 10 سنوات قبل هذا التاريخ هذا، ولا بد إذن من أن الحصيلة أن يكون فيها عمل فيه تضافر الجهود
وعندما أقول الجهود لابد من عمل جماعي، عمل متكامل يكون فيه ماشي دور غير المؤرخ، احنا قلنا يكون فيه ايضا اقتصادي ويكون ناس اخرين، والاطلاع على كل ما انجز، ولكن اكثر من هذا الاتفاق على مفهومين. احنا شفنا البارح مفهوم التاريخ الحديث ومفهوم التاريخ الاقتصادي، يعني هذو جوج المفاهيم اللي ما كانوش واضحين غنبقاو ندورو في نوع من الدوام. اول مفهوم هو كنتكلموا على التاريخ الحديث او الفتره الحديثه، وبدون العوده الى ما قيل بالامس، بالنسبه لي انا وواحد الجيل كبير من الذين تخرجوا من الجامعات المغربيه، هناك تقسيم. هذا التقسيم هو تعقيب زمني، اصلا هو زمن، يعني ملي كنقول حقبه حديثه تكلمت حقبه تعني فتره زمنيه، في مقابل حقبة قديمة، وهناك بينهما حقبة انتقالية الخلو الوسيط، وحقبة أخرى عجزنا عنها لكن قلنا إنها معاصرة لأننا نعيش فيها. دائما التقسيم اللي كاين أو التحقيب داخل فيه الزمن بأساس كبير، هناك بدايات وهناك نهايات لهذا التحقيب. هكذا اشتغلت لما يزيد عن 40 سنة، وهذا هو مفهومي الأساسي الأول. المفهوم الثاني هو أن هذا التحقيب ما هوش يعني أصله هو أن الباحث يحدد لنفسه مجالا للاشتغال، يعني لا يمكن الباحث أن يشتغل هكذا بشكل عشوائي في كل العصور وغيرها، ولكن كيقول مع نفسه أنا اخترت أن أشتغل في هذه الفترة الزمنية والآخر وآخر وهكذا، على أساس أنه حتى في تلك الفترة ليس مطالبا بأن أنه يلم بها كلها ويبقى مشتت في تفاصيلها، وإنما بحال التخصصات كلها الأطباء وغيرها كاين دائما كلما قلصت مجال العمل كلما مكنت نفسك من أن تعطي أكثر وتفهم أكثر وتقدم نتائج أفضل. يعني كنتكلموا على الفترة الحديثة، فرق كبير بين أن يتكلم عن الفترة الحديثة ككل وبين يتكلم عن قرن واحد، وبني يتكلم عن مثلا ربع قرن يتكلم عن عهد السلطان احمد المنصور السعدي، فاللي كيخدم فتره اقل كيعطي نتيجه اكثر. هاد المعطى ما كاينش غير في الزمان، كاين في المجال ايضا. اللي كنتكلموا على المجال، الفتره الحديثه في العالم ماشي هي في شمال افريقيا او المتوسط، ماشي هي في المغرب، ماشي هي في سوس، يعني المجال اللي كيتقلص ايضا يعطي امكانيات لتكون نتائج البحث افضل. الباحث دائما يقلص مجال عمله ليشتغل براحه ولتكون نتائج ايجابيه. ايضا كاين تقليص اخر من غير المونوغرافي اللي هو اللي تكلمت عليه الان، كاين تقليص موضوعاتي. كاين اللي غيتكلم مثلا كتكلم على الاقتصاد، الاقتصاد المغربي في الفتره الحديثه، كاين اللي يتكلم عليه في فتره اقل، كاين اللي يتكلم على التجارة كما فعلت في القرن 16، كان يتكلم عن النقول في ربع قرن من الزمان. هذا ديما الباحث يبحث لنفسه عن طريقة تساعده على العمل. وكيبقى هنا ما معنى التاريخ الاقتصادي؟ احنا كان عندي مقال سابق منشور في عمل تكريمي الأستاذ بوتشيش، أشرت إلى أن المؤرخ ليس عالم اقتصاد كما أن عالم الاقتصاد ليس مؤرخا، ولكن المؤرخ مطالب بفهم أوضاع اقتصادية في فترة معينة. فما نقوم به نحن نقول التاريخ الاقتصادي هو التاريخ الذي يركز على بعض الظواهر الاقتصادية أو المسبوق يعني بصفة اقتصادية. ماشي ما كنتكلموش على أننا سنقوم بنفس الادوات اللي كنا عند الا لقيناها مزيان، ولكن احنا لسنا متخصصين. بين قوسين الجامعه المغربيه لم تكون لنا اساتذه مختصين في هذا المجال اللي كيتطلب بالاضافه الى فهم التاريخ، فهم الميكانيزمات والادوات ديال البحث في علم الاقتصاد. ولكن كاين كيقولوا بحال اللي كيقول كريم الله يذكره بخير، هناك بعض الامور هذا سميته لا يمكن أن المؤرخ يعرف ما لا يمكن جهله، المسائل العامة خص تكون عند الجميع. فإذا أنا كنقول بلي هذه المهمة ماشي سهلة،
ديال انك تجمع وتتكلم على فتره معينه وتحصرها في التاريخ الاقتصادي. واقول هذا من انطلاق تجربتي المتواضعه. انا خدمت في هذا المجال وملي كنتكلم على ما صادفته ووجدته. ولهذا منذ البدايه اقول ان اي محاوله في هذا المجال ديال التقييم والجرد وديال التجربه هي محاوله مشوبه بالنقص طبعا، وهي محاوله ايضا مؤقته، لاننا لم كباحثين فرادى لم نستطع ان نسيطر او نتحكم فيما يصدر الان من اصدارات عديده. فالعمل اللي ما غاديش نتكلم على التفاصيل كما قلت اللي قدمته في هذه المساهمه، في العنوان الاول تمهيدي، وهو نظرة عامة عن الكتابات التاريخية المتعلقة بالفترة الحديثة انطلاقا من بعد الاستقلال وحتى من الفترة التي كانت قبل الاستقلال. هناك محاولات متعددة ذكرتها بالتفصيل، أهمها على الخصوص 30 سنة من البحث التاريخي و 50 سنة من البحث التاريخي للجمعية العربية للبحث التاريخي، وبعد محاولات الفردية اللي كثيرة، ولا سبق لي أن فصلت فيها فلا ضرورة لأن نتوقف عندها. وثم أشرت في هذا المدخل التمهيدي إلى التوجهات العامة للبحث في الفترة الحديثة، وهي معروفة ولكن لا بد من الإشارة إليها. الهاجس الأساسي اللي كان عند رواد الأسد التاريخ في الفترة الحديثة من بعد الاستقلال، ندخل على المغاربة، هو توسيع دائرة المصادر والوثائق التي يشتغل عليها الباحثون. يعني حينما بدأوا وجدوا أنفسهم إما أن يكون هناك اعتماد على منشورات العهد الحماية، ولكن هناك مصادر يجب إذن تشجيعها والبحث فيها. ولهذا وجدنا لك التوجيه نحو التاريخ الفكري والديني. أول دراسات اللي كانت الدلائية مثلا وبالنسبة للمجموعة من المصادر أو المواضيع اللي متعلقة إما بالتصوف إما بالزوايا إما بالفكر الديني. ثانيا هذا في الواقع ماشي اتجاه، ولكن هو البحث أو تحقيق المصادر المخطوطة لتوسيع المادة التي يجب أن يبحث فيها الطلبة. وهذا مجال كان عام في المغرب، ولكن في الحجي الله يرحمه كان من رواد ديال هذا البحث في هذا المجال. وعندي في الواقع معنا زملاء بحال عداه بحال الاستاذ القدوري وغيرهم خدموا في هذا الشيء كامل اللي غنتكلم عليه. هذا المجالات كلها خدموا عليها في نفس الوقت. كاين المجال الثالث وهو الترجمه. ايضا هناك امثله كثيره لن اتوقف عندها ديال الترجمه لاعمال معروفه اللي كانت في ما كانت في المتناول. عدد كبير الان من الطلبه يشتغلون على ترجمه ليون لافريكان ديال الحجي والتي هي الرئيسيه، فما بقاش كيرجعوا الناس الاصليه رغم ان هناك اختلافات. كاين اذا مجموعه من الاعمال المترجمه اللي بقات غدا مستمره. الجميل في الامر هو ان هذه السلسله ديال التحقيقات ديال الترجمه وصلت واعطت واحد الكم اللي اشرت اليه بالتدقيق. وثم هناك مساله جديده لتوسيع هذه الدائره، وهو استغلال الوثائق الاجنبيه. استغلال جميل ان بدات محتشمه ثم اصبحنا رصيد ان يعني في الفترة الحديثة على الخصوص عندنا الإسبان، الفرنسية، البرتغالية، العثمانية، كاين مجموعة من المجهودات اللي بدات محتشمة، ولكن أصبحنا عندنا رصيد ديال الوثائق التي ترجمت. كذلك أصبح لنا رصيد آخر في إطار ما يسمى بالتاريخ العلائقي مع الدول التي كان لها وضع وتأثير في هذه الفترة. ايضا كان اتجاه نحو التاريخ المحلي والدراسات المونوغرافيه. اش قلت انا؟ قلت كاين هاد الدراسات المحليه، كاين سوس وكاين ابن محلي تحقيق، كاين مجموعه من الكتب حقها. انا كندوي على جوج النماذج قدامي، كاين نماذج كثيره التحقيقات الكثيره ديال المحلي، الترجمه ايضا هكذاك. ف
التوجهات اللي تحكمت في الكتابة التاريخية كانت هذا الإطار هذا. وفي هذا التوجه كان أيضا التاريخ الاقتصادي. كان قلت تاريخ اقتصادي يعني كان نقوله باحتشام لأنه كان يعني لم ما عندناش واحد تاريخ اقتصادي في نفس الزخم ديال الكتابات الأخرى، ولكنه هو التاريخ الاجتماعي داخل في إطار مجموعة أخرى من الباحثين. ما هي إذن ننتقل، أنا كنحاول باش نعطي الوقت للزملاء، ما هي خصوصيات نعم نحاول نبقاش الزملاء، ما هي خصوصيات البحث في التاريخ الاقتصادي؟ هذا هو جوهر كاع هذا الموضوع. أنا كنت كنقول التاريخ الاقتصادي شنو هي الخصوصيات ديال هذا البحث؟ هذا هو تاريخ صعب، ما في ذلك شك، جديد ولا يخوضه هذا. أول مشكل كنلقاو ملي كنستعرضوا هذا الجرد كله، بغينا نرجعوا لقلة الإنتاج. ما أنجز في المجال التاريخي قليل. يمكن كنتكلموا على التاريخ الاقتصادي المحض اللي كيبان أنه تاريخ اقتصادي وأنجز من أجل هذا الموضوع بالضبط، ما نتكلموش على هذاك المسائل الأخرى اللي هو داخل فيها ضمنا. وهذا قلة الإنتاج راجعة إلى إحجام الباحثين أو عن البحث في هذا التاريخ. علاش؟ لأن هذا المفهوم والمنهج المقاربة صعيبة. أنا كما قلت سابقا حتى شي واحد فينا ما عنده واحد تكوين يؤهله ليتناول هذا الموضوع. علاش؟ لأن هذاك راه تخصص عنده الناس ديالو، ولكن خصك على الاقل يكون عندك واحد التكوين اللي كيعطيك المفاهيم الاساسيه اللي غتخدم بها. وكاين الا ما كانش مجهود شخصي والصبر ما يمكنش الانسان انه يتناول هذا الموضوع ويخوض فيه. وثانيا لان الماده، انا كنقول الماده اللي غيشتغل عليها قليله. المؤرخون مثلا الا بغينا نديروا مقارنه، المؤرخون القدام ما كانش عندهم هذا الهاجس انه يكتب لك باش يعطيك الماده اللي غتخدم بها او يتكلم على هذا التاريخ. فالتاريخ او المعلومات الاقتصاديه تاتي عرضا في 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 الكتابات ويجب ان تبحث عنها. والمشكل ليس في غير قلتها فقط، ولكن عندما تبحث عن الارقام، ناخذ غير على سبيل المثال وهلا تكلمت عليها كثيرا، عندما تبحث عن الارقام تجد الارقام مشتته ومفرقه. من خلال التجربة مثلا، حينما أردت أن أشتغل على التجارة اضطريت نتكلم عن التجارة في قرن كامل. علاش؟ لأن الأرقام توجد متفرقة هنا وهناك، وخصك تجمع واحد الحصيلة على الأقل تتقدم بها نتائج تكون ما نقولش مقنعة، ولكن على الأقل تبرر هذا العمل الذي قمت به في هذا الموضوع. فإذا ندخل هذا الصعوبات كثيرة، ولهذا النتيجة هي أننا ما عندناش بحاجه كثيره في هذا المجال. هذا تطور البحث في ملي كنقلبوا على تطور البحث كنجدوا او هادشي كلشي. لماذا امر بعرضا؟ لانني فصلته في المقال، ماشي بالضروري نعاود نقول نفس الكلام والا غادي. فكاين مرحله ديال اساسيه، مرحله ما قبل الاستقلال، الفرنسيون المرحله الكولونياليه خدموا كثير، كان عندهم مصادر خاصه ليسوس انيديت مثلا في الفتره الحديثه وبعض الكتابات اللي توجدوها عندهم منين ياخذوا الماده. واشتغلوا كثيرا وتكلموا عن التجاره الجنويه في المغرب والتجاره مع فرنسا والتجاره الانجليزيه، كانت مقالات في هذا المجال وكاين ماده. ولكن من بعد الاستقلال غتغير الامور، غادي نحاولوا ان نديروا عاوتاني ابحاث معينه. وكانت هناك محاولات بسيطه اشرت اليها، فاستاذ حجري كان كيعطي بعض المواضيع اللي قريبه للاستقلال. يعني من اول المواضيع مثلا هو عنده حليمه بن قرعي دارت بيت المال المغربي في العهد السعديين، كان اخوان زهراء الله يرحمها كانت تكلمت على مظاهر الاقتصاد والمجتمع في المغرب في كذا. و هذا و شنو نقول، هناك إذن بعض الأعمال اللي كانت هذا بداية اجتهادات شخصية. أستاذ بن حادة خدم على التجارة في سوس في إدارة ديالو، خدمت على التجارة في المغرب في القرن 16،
كان كان يعني تقريبا الاعمال اللي كاينه كاينه محدوده. ف شنو يمكن نقولوا على هذه الاعمال؟ نقدر نقول ان هذه الاعمال بشكل وصفي وعام في هذا اللقاء هي اما معالجه مباشره بحال الناس اللي قلت كيتكلم موضوعه هو بيت المال المغربي في العهد السيد، كيدوي على موضوع اقتصادي باين انه موضوع اقتصادي ما داخل والو، وكاين معالجه تقع ضمن التاريخ العام، يعني غنقلبوا المفارقه كنقولوا ما كاينش كتابات على الاقتصاد، ونقدر نقول انها كتابات كثيره ولكنها عرضيه، كل من كتب على تاريخ المغرب العام، كل من كتبوا في مواضيع كيتلقاهم كيتكلموا على الاوضاع الاقتصاديه. ولكن هل نسمي هذا مثلا بحثا في التاريخ الاقتصادي؟ لان عاود مشكل اخر، لان اغلبها كتجمع معلومات مستقاه من هذا وتعرضها بدون تحليل، بدون الادماج، بدون ان تدمج في الحدث التاريخي. ربما محاوله الواضحه اللي كان فيها اجتهاد لتضمين يعني هذاك التحليل الاقتصادي في تحليل التاريخ هي التاريخ المغرب ديال السد القبلي تحت اشراف السد القبلي مجموعه المؤلفين. هذوك حاولوا انهم اللي كيتكلموا على الاقتصاد ماشي كمعلومات مفرقه ومنظمه، ولكن يفسروا به التطورات التي عرفها المغرب في هذه الفتره. اذا هذا النوع الثاني. وكاين النوع الثالث وهو المعالجه ضمن التاريخ المحلي والمونوغرافي. هنا كتكون عند الباحث فرصه اكثر ليحلل بعض الظواهر لانها محدوده من ناحيه الزمن، ولكن لو كان عندنا دراسات مونوغرافيه كثيره وجمعات تقدر تعطي نتيجه. في جميع الحالات باش نختم نقول ان تجربه الكتابه في تاريخ المغرب الاقتصادي ينقصها الكثير، هي قليله، واللي ناقصها اكثر هو المادة المصدرية اللي ما كتمكنش الباحث أنه يمشي بعيد في هذا المجال، وثانيا التكوين اللي هو تكوين عصامي الجامعة لا تكون شيئا، وما كاينش ذاك التدخل مع كلية أخرى التكوين مثلا هذا، وما كاينش انفتاح، ما كاينش انفتاح على اللي كنقولوا تاريخ اقتصادي راه كاين الناس الاقتصاد. هو الاستاذ ذكر ان راه ما كاينش انفتاح، هو ماشي تجاهل، ولكن النظام التعليمي ما سمحش بهذاك التدخل المنتج اللي يكون بين الجامعات، حتى في المجال ديال العلوم السياسيه، حتى المجال ديال العلوم القانونيه ما كاينش هذا التدخل، حيث انه كليه الحقوق كيدوي على المؤسسه السياسيه وكيدوي غير التاريخ، ولكن احنا ذاك التاريخ ماشي هو اللي كاين، وما كاينش ذاك الحوار بين التخصصات، وراه ما كاينش حتى داخل تحت في المجال البحث التاريخي. ولكن على كل حال هاد العرض اللي قدمت هو في الواقع غير تركيز وتلخيص لما كتب في هاد العرض المسهب، واعتقد ان القراءه غتمكن ان على الاقل ناخذ فكره مفصله عن تطورات البحث التاريخي في الفتره الحديثه والبحث في التاريخ الاقتصادي والصعوبات المتعلقه بهذا العمل. ونتمنى نكون ما طولش، وشكرا. شكرا للاستاذ عثمان المنصوري اللي هو استاذ كليه الاداب بعين الشق الدار البيضاء. سابقا انا ما بزاف سابقا ما خصش تكون سابقا استاذ، كيبقى دائما استاذ. كتخاف يقول لك درتي امتحان صفر. دائما استاذ، ما كاينش سابق. متخصص في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، وفي الورقه عندكم معلومات حول الاسهامات ديالو، في بعض الاسهامات بطبيعه الحال عنده اطروحه في موضوع العلاقات المغربيه البرتغاليه، واعتقد ان المؤلف هو ماخوذ من الاطروحه. ياك لا هذيك رساله كتاب اخر رقم 16 مؤلف العلاقات المغربيه البرتغاليه 1790 1844
واحد المؤلف ماني كثير هو التجارة بالمغرب في القرن السادس عشر. سأعطي الكلمة مباشرة أستاذ طيب بياض، كتاب التاريخ الاقتصادي في المغرب، مسار الإنتاج وسؤال المنهج. الحقيقة هو إضاءة للأسئلة اللي جات عند سي عثمان المنصوري. شكرا سي تفضل. صباح الخير، شكرا للأستاذ نور الدين العوفي. يعيش العالم اليوم على وقع كساد كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومن قلب هذا الكساد ستظهر ولا شك نظريات فكرية واجتهادات معرفية في مختلف حقول المعرفة الإنسانية، شارحة لهذا الواقع ومستشرفة للأفق. ألم يخلق الكساد الكبير الذي ضرب أوروبا نهاية القرن التاسع عشر شروط تطوير اجتهادات المؤرخين لتجاوز الطرح الوضعاني والانتباه إلى تاريخ البنيات الاقتصادية والاجتماعية بدل التركيز فقط على الأحداث السياسية والعسكرية؟ أو لم يعد الكساد الأكبر الذي ضرب العالم جراء أزمة وول ستريت سنة 1929 الاعتبار إلى اجتهادات كينز وعمق تحليلاته التي طرحها قبل 10 سنوات في سياق مؤتمر فيرساي؟ اليوم في ظل هذه الأزمة المركبة والمعقدة يطرح من جديد سؤال جدوى التاريخ ودور المؤرخ في التفاعل مع قضايا عصره. هو سؤال سبق لمارك بلوك أن طرحه على لسان طفل صغير موجه لأبي المؤرخ: هل شرحت لي يا أبتي إذن ما جدوى التاريخ؟ شكل بالنسبة له مدخلا ليعيد توجيه البوصلة ويذكر بأن موضوع التاريخ ليس هو الماضي في حد ذاته، بل هو الناس في الزمن، أي دراسة التبدلات الحاصلة في أحوالهم وحياتهم بل وحتى في أجسادهم. هذا عن التاريخ والمؤرخ بشكل عام. فماذا عن كتابة التاريخ الاقتصادي؟ وهو التخصص الذي يقع في نقطة تقاطع بين حقلين معرفيين لكل منهما مناهجه وأسئلته وضوابطه. وأعني بهما حقل التاريخ الموسوم حينا بالرصد والسرد والحدث والفرض، وأحيانا أخرى بالتركيب والمنزع الإشكالي والبنية والمجتمع، وحقل الاقتصاد الذي يعنى بالإنتاج وتوزيعه بين مقاربة الاقتصاد السياسي والمقاربة الاقتصادية. وماذا عن الاقتصاد وأهميته بالنسبة للمؤرخ؟ في حوار له مع مجلة ماغازين ليترار سنة 1984، أي سنة قبل وفاته، يجيب فيرنان بروديل عن هذا السؤال الواضح: هل يلعب التاريخ دورا هل يلعب الاقتصاد دورا في رؤيته للتاريخ؟ يجيب بما يلي: بداية الاقتباس، نعم بالتأكيد، فالاقتصاد علم استثنائي، وقد قدم عددا كبيرا من النظريات إلى حد أنه يعطينا شبكة من القواعد التي يسهل استخدامها. هناك وقائع الحياة الاقتصادية والحركات الطويلة والبنيات، وحين نبلغ البنيات نمسك بالزمن الطويل. ويضيف: إن الاقتصاد لا يحرك الناس فقط، بل ويتحكم في حركاتهم ويشبه فعله حياة سرية لا واعية على نحو ما تحدث عنه سيغموند فرويد. ليست الحكومات هي حقا المتحكمة في الحياة الاقتصادية، إنها لا تعرف ما هي أزمة من الأزمات، ونحن نشبهها في ذلك، إلا أننا نتفوق عليها في كوننا نعرف أننا لا نعرف، والواقع أن الاقتصاد يضع كل شيء موضع اتهام. نهاية الاقتباس. ما حدود استلهام المؤرخ المغربي لهذا الاجتهاد النظري في دراسته لمواضيع اقتصادية همت مختلف مراحل تاريخ بلده؟ كان المرحوم الأستاذ إبراهيم بوطالب سباقا إلى خوض غمار هذا الموضوع، ليس فقط من خلال أطروحته لني ديبلوم الدراسات العليا بجامعة السوربون بفرنسا التي ناقشها سنة 1962 في موضوع العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا في القرن الثامن عشر، ولكن أيضا وبالأساس من خلال اختياره لموضوع بعد قضايا التاريخ الاقتصادي في المغرب، موضوعا لمحاضرته التي قدمها يوم 15 نوفمبر 1984 بدعوة من جمعية موظفي كلية الآداب، والتي نشرها في مجلة المشروع في عددها الخامس
سنة 1985 يستحضر شهادة ابن خلدون ويقول: بالرغم من أن المقدمة أقرب إلى التحليل السوسيولوجي منها إلى التحليل الاقتصادي على الشكل الذي نعمل به اليوم، فإن ابن خلدون يبقى مرجعنا الأساسي في العديد من القرائن الاقتصادية. وبعد تعامله النقدي المنتج مع الطرح الخلدوني في هذا الباب، انتهى في خلاصته إلى القول: هكذا أخذ المغرب ينتقل من طور بين قوسين سياسة المعيشة إلى طور الاقتصاد السياسي، واشتان ما بين المفهومين. نهاية كلام الأستاذ بوطال. قبل أن يعود في دراسة نقدية مهمة جدا للتفاعل بعد 10 سنوات 1996 مع كتاب المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري الذي خصصه لتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، والذي همني أكثر هو الانتباه لنقطة مهمة جدا هي مفارقة يطرحها الأستاذ إبراهيم بوطالب كما يلي: القدرة على بناء نظام اقتصادي متكامل ومتماسك وقوي استفادة من محيطه الطبيعي والبشري، لكن رغم كل ذلك ظل عاجزا عن احتواء دورة العرضية وانعدام الاستقرار على المستويين الاجتماعي والسياسي. ضمن نفس منح الاجتهاد النظري في مجال التاريخ الاقتصادي، ينبه محمد العيادي إلى أهمية التأطير النظري والمنهجي المطلوب في دراسة التاريخ الاقتصادي من خلال الاستئناس بالمدارس والمناهج الرائدة في هذا الصنف من البحث التاريخي، حيث تلتقي تخصصات متنوعة تتكامل وتتفاعل لإنتاج معرفة تاريخية مجددة. ويقدم في دراسة نشرها سنة 1989 مرافعة قوية في هذا الاتجاه، مستحضرا المقولة المعبرة للمؤرخ الفرنسي بيير شوني: أخبرني عن التاريخ الذي تكتبه أخبرك من أنت. إذ يؤكد الباحث نفسه أن الجهل، وهذا الكلام للمرحوم العيادي، أن الجهل بالتداخل الموجود بين إشكاليات الخطاب التاريخي وقضايا الوقت وعدم الوعي بالتداخل الحاصل بين ميدان التاريخ وميادين العلوم الأخرى وخاصة منها علوم الإنسان، قد يؤديان بصاحبهما إلى العجز عن استيعاب مستجدات حقل البحث التاريخي وصناعة المؤرخ، كما قد يؤديان به إلى توهم الانتماء إلى حقل لم يعد تكوينه يستجيب لا للاهتمامات ولا للمهارات التي أصبح يتطلبها اليوم الانتماء إلى هذا الحقل. عبد الكريم مادون في دراسة له يستحضر نفس الهواجس والانشغالات النظرية ويخلص إلى ما يلي، يقول: النتيجة مفادها أن التاريخ الاقتصادي علم يجمع بين علمي الاقتصاد والاقتصاد السياسي، ولكن في الزمن، ويهتم على الخصوص بنشاط الإنسان في عملية الإنتاج وما يرتبط بها من تحدي للطبيعة واكتشاف وسائل الحياة والسيطرة عليها والعلاقات المترتبة في الإنتاج، أي دراسة قوى الإنتاج ومراحل تطورها وما يترتب عليها من نظم اقتصادية في مراحل وفترات تاريخية معينة. في نفس المرحلة كتب عبد العالي الفقير مقالة مهمة جدا يحاول أن يطل فيها على تجارب متعددة في كتابة التاريخ الاقتصادي إنجليزية وفرنسية وأمريكية، وتوقف مهم بشكل كبير عند التجربة السويسرية التي لا نعرف عليها شيء الكثير، ليقترح مداخل الاستفادة من هذه التجارب الغربية، ليقول في من باب الإقلاع، هكذا يسميها الإقلاع بالتاريخ الاقتصادي المغربي، ويرى أن الأخذ بها وبأخرى على منوالها ستمكننا مستقبلا من رسم معالم تاريخ اقتصادي مغربي وبخلق نظرة جديدة لسرورة ومادة التاريخ. طيب، هذا الاجتهادات النظرية والمنهجية، فماذا عن المنجز المرتبط بمواضيع ذات طبيعة اقتصادية؟ سأتوقف سريعا عند هذا الموضوع عبر محطات متوالية كرونولوجيا. المحطة الأولى، وكان فيها نقاش بالأمس موضوع التاريخ القديم، حيث أتاح التفاعل والتعاون المثمر بين الباحثين المغاربة في حقل الأركيولوجيا والتاريخ القديم، خاصة بعد تأسيس المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، تحقيق تراكم مهم في مجال دراسة مختلف الأنشطة الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال هذه العصور المغلة في القدم. إذ جرى توطين بعض الاستغلاليات والضيعات الفلاحية، وكذا المطاحن والمعاصر والمصانع المرتبطة بالصيد البحري وزيت الزيتون والخزف، والتي جرى تحديث إحداثيتها بشكل علمي عبر خرائط وأطلس أثرية، إلى جانب ما وفره اكتشاف النقود من فرص لدراسة وفهم الدورة الإنتاجية والتدبير الاقتصادي لهذه الفترة المبكرة من تاريخ المغرب. غير أن هذا الطموح لم يسلم من صعوبات وتعقيدات، أهمها استحالة القيام بمسح شامل يغطي الأنشطة الاقتصادية في مختلف المراحل والجهات رغم المجهود النوعي المبذول في هذا الشأن. لذلك نجد أن التراكم المنجز في هذا المجال متسم بالاتجاه إلى دراسات فترات زمنية على حساب أخرى،
وبتركيز الأوراش البحثية على الحواضر لوكسيس وليلي بناصة أكثر من البوادي رغم الطابع القروي للبلاد خلال هذه الفترة. وهذا الاختيار سواء لفترة الدراسة أو لمجالها لا شك تأثر بدرجات متفاوتة بما تجود به المصادر الأثرية المستخرجة من باطن الأرض. المحطة الثانية التي تعقبها كرونولوجيا خلال الثمانينيات القرن الماضي أي قبل حوالي 40 سنة ظهرت أولى الأبحاث المغربية التي اعتنت بدراسة قطاعات اقتصادية مختلفة خلال الفترة الوسيطية، وكان السبق في هذا الاتجاه حسب ما توصلت إليه لعمل يهم موضوع التجارة المغاربية العابرة للصحراء احتضنته جامعة بوردو الفرنسية نوقش سنة 1983. بعد ذلك جاء دور الجامعات المغربية لتحتضن بدورها أعمال أكاديمية صارت في نفس اتجاه البحث في مختلف الأنشطة الاقتصادية للمغرب الوسيط، خاصة بجامعة الرباط، منها من اهتم بالحياة الاقتصادية، هنا سأعطي عناوين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب الوسيط، ومنها من اعتنى بدراسة الفلاحة المغربية في العصر الوسيط قبل أن تحتضن الكلية نفسها بعد 10 سنوات عملا حول المسكوكات الموحدية في تاريخ المغرب الوسيط. كما كانت كلية الأدب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء قد شهدت خلال نهاية الثمانينيات من القرن الماضي مناقشة بحث جامعي لنيل دبلوم الدراسات العليا في موضوع التجارة بالمغرب الأقصى في العصر المريني. ملاحظة بسيطة بالنسبة لهذه التجربة هو أنه لا يخفى تأثر الباحثين المغاربة المهتمين بدراسة أنشطة اقتصادية متنوعة خلال الفترة الوسيطية بمن سبقوهم إلى هذا المضمار من مشارقة ومغاربيين، خاصة عمل المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري المشار إليه سابقا، وكذلك أعمال المؤرخ السوداني عز الدين عمر موسى والتونسي الحبيب الجنحاني، غير أن تأثير المؤرخ المصري محمود إسماعيل عبد الرزاق كانت له بصمته الخاصة لا سيما لدى جيل من الباحثين المغاربة الذين أشرف على تأطيرهم بجامعة فاس ومكناس ووجدة. المحطة الثالثة وتهم أبحاث المؤرخين المغاربة الذين اهتموا بدراسة جوانب من الفترة الممتدة من الغزو الإيبيري للشواطئ المغربية إلى زمن احتلال فرنسا للجزائر. هي فترة مفصلية في تاريخ العالم بأكمله، فترة موسومة بالفعل الاستعماري بأسمائه المختلفة ونسخه المتعددة والمتجددة والمزيدة، فترة عنوانها البارز في الغرب هو التحول الكبير بلغة كاربولاني، تدخل تحت يافطته عناوين فرعية من قبيل الكشوفات، النهضة، المركنتيلية، الأنوار، الحداثة، البرجوازية، التصنيع إلى آخره. عاد السبق في دراسة جوانب اقتصادية من تاريخ المغرب خلال هذه الفترة كما سبقت الإشارة إلى ذلك المرحوم أستاذ إبراهيم بوطالب في موضوع العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا في القرن 18 منذ سنة 1962، ولم يتحقق التراكم سريعا بسبب الانشغالات والأولويات التي فرضها سياق كتابة التاريخ الوطني. ولكن في زمن إشعاع مدرسة الحولية والتاريخ الجديد وصلت أصداء باحثين أجانب اهتموا بدراسة قطاعات اقتصادية أو قطاعات من الاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة المسمات بالحديثة، فظهرت إنتاجات مغربية خلال ثمانينيات القرن العشرين شملت مواضيع ذات طابع اقتصادية همت قضايا، هنا عناوين أيضا: التطور الاقتصادي والعمراني في مغرب القرن 19، التجارة المغربية خلال القرن 16 عفوا، التجارة المغربية خلال القرن نفسه، مداخل بيت المال على عهد السعديين، النشاط الاقتصادي في سوس خلال القرن 16 قبل أن تستكمل بأعمال أخرى خلال تسعينيات القرن سيوم طلع الألفية الثالثة، همت مواضيع من قبيل الجباية في عهد الدولة السعدية والمغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن 15 إلى القرن 18. المحطة الرابعة والأخيرة، حري بنا أن نلتفت إلى تنبيه عبد الأحد السبتي للمؤرخين المغاربة منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي إلى أن التغلغل الرأسمالي بالمغرب أنتج، وهنا بداية كلام عبد الأحد السبتي، وثائق من نوع جديد، وهي وثائق تتحدث بلغة الأرقام، إنتاج، مبادلات إلى آخره، تمكن المؤرخ من مقاربة الظواهر بشكل يتعدى الوصف الانطباعي. هناك مستندات العباعتات الدبلوماسية والشركات التجارية الأوروبية، وهي تتضمن تقارير اقتصادية مثل لوائح الصادرات والواردات وبعض التحقيقات حول قطاعات اقتصادية معينة، وهناك وثائق الدولة المخزنية التي دخلت في علاقات جديدة أجبرتها على هيكلة الإدارة المالية في مستوى غير معهود. استغلال النوع الأول من المصادر
فتح نافذة على أوضاع المغرب الاقتصادية، والكلام دائما للأستاذ السبتي، وخاصة على حجم المبادلات الخارجية والميزان التجاري تطور العملة. وقد درست كل هذه الجوانب من زوايا الأزمة واختلال التوازن، ثم جاءت الأبحاث المونوغرافية كحملة استكشاف أولي لما تضمنته من مستندات مخزنية من مراسلات وسجلات جبائية بجانب حاولات الأحباس ووثائق المجموعات المحلية والخواص. نهاية الاقتباس. إذا أضفنا إلى هذا الرصيد الدقيق والعميق للرصيد الأرشيفي الذي خلفه التغلغل الرأسمالي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذا أضفنا إليه ما خلفته التجربة الاستعمارية من دراسات وتقارير ووثائق همت مختلف القطاعات الاقتصادية تفوق بأضعاف مضاعفة ما خلفته فترة التوغل الاستعماري قبل 1912، يحق لنا أن نتساءل عن التراكم الحاصل في باب الأبحاث التي اعتنت باستثمار الرصيد الوثائقي المهم والغزير لدراسة الأوضاع الاقتصادية بمغرب القرنين التاسع عشر والعشرين. وهل تم الاعتناء بما يكفي من لدن الباحثين المغاربة في حقل التاريخ دائما بالاختيارات الاقتصادية المعتمدة منذ حصول البلاد على استقلالها لتدبير شركة الحماية؟ واقع الحال يقول بأن جواب السؤالين معا هو أن الأمر يتعلق بمشروعين للإنجاز، وأن حصيلة القرن التاسع عشر تتحدث عن أبحاث اهتمت بدراسات قطاعات اقتصادية معينة من قبيل النقود والجباية وغيرها. ولعل الاهتمام بالقطاع المالي أكثر باعتباره موضوعا للبحث يجد تفسيره في حساسية الموضوع خلال هذه الفترة المتسمة بتعاقب الأزمات المالية، زمن الانتقال من أفول الجباية إلى إشعاع القرض. الآن ماذا عن الحصيلة العامة؟ نحن أمام تجربة في البحث والتأليف في مواضيع ذات طبيعة اقتصادية غطت تقريبا مختلف مراحل تاريخ المغرب. تجربة لم تأتي تتويجا لمسار من السجالات الفكرية والنظرية والمنهجية بين باحثين من تخصصات مختلفة تمخضت عنها فكرة التفاعل مع قضايا العصر، كما هو الشأن مع تجربة الكساد الكبير لنهاية القرن التاسع عشر في أوروبا مثلا، ولا هي ولدت من رحم مجلة رائدة في البحث تحولت إلى مدرسة في البحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، ولا هي نسجت على منوال تجربة أخرى حيث التكوين في الاقتصاد يقود إلى الاهتمام في التاريخ بهواجس النمو وانشغالات الإقلاع الاقتصادي، ولم تأتي ثمرة الروح الجماعي داخل حنطة المؤرخين أو في إطار انفتاحهم على نظرائهم الاقتصاديين ضمن بنيات بحث جامعية، بل تعلق الأمر بمبادرات فردية اتجهت إلى دراسة جوانب من الأنشطة الاقتصادية عبر تاريخ المغرب بعيدا عن التلاقح الجدي مع مختلف التجارب الدولية الرائدة أو الاستئناس النوعي بالمرجعيات المؤسسة نظريا ومنهجيا في هذا المجال. حصل هذا في زمن الإعراض عن فتح باب الحوار المثمر مع باحثين مغاربة في حقول مجاورة، خاصة الاقتصاد والجغرافيا الاقتصادية وعلم اجتماع القروي أو علم اجتماع الاقتصادي، الذين راكموا أبحاثا مهمة شملت قطاعات اقتصادية معينة لامست مراحل مختلفة من تاريخ المغرب بمقارباتهم الخاصة، مما يجعل الباحث ينتهي إلى طرح سؤال مزدوج مستشرف للأفق: هل كتب المؤرخون المغاربة تاريخا اقتصاديا أم تاريخ أنشطة اقتصادية؟ إذا كان الاحتمال الثاني هو الراجح فإنه لا يقلل من أهمية التجربة، بل يمكن التأسيس عليها للمرور بعد ذلك بعد هذا التراكم إلى تدشين ورش كتابة التاريخ الاقتصادي للمغرب بمواضيع جديدة وإشكالية جديدة ومقاربة جديدة في إطار علاقة تفاعلية مع قضايا المجتمع. شكرا لحسن إصغائك. شكرا لتفاعل الأساتذة والطلبة، شكرا على أسئلتهم وإلى اللقاء.